بيبيان شايف الاداء كان كويس جدا رغم الخساره النهارده بس اللعيبه ادوا اداء كويس جدا بالنسبه لها. طبعا ده لسه اول مباراه ليهم واول يوم ليهم في البطوله، مش تقدر تحدد حجم المنافسه، ولكن بتقول مباراه بعد مباراه هتقدر تعرف المنافسه، ومن هنا هتقدر تحدد اللي هيقدروا يعملوه في البطوله. هي دي اول مباراه ما ادوش بالاداء اللي يعني كان متوقع، كان فيه لسه بعض الاخطاء، ولكن طبعا هيبداوا يحسنوها بعد كده. هم هيكسبوا المباراه القادمه، ويتوقع ان هم جايين وهيكسبوا المباراه القادمة. طبعا ادائهم في اول مباراه كان مش هو الاداء اللي متوقعينه، كان في بعض الاخطاء، ولكن بيقول يقدر يقيم المباراه كمباراه سلبيه، خصوصا ان هم اتهزموا في المباراه، ولكن بيقول في المباراه الجايه ادائهم هيتحسن وهيقدروا يكسبوا المباريات. دي اول بطوله ليهم، فطبعا هو ما يقدرش يحدد، ولكن اللي هو بيقدر يقوله ان هو كل مباراه على حسب المنافس اللي ليهم هيقدروا يشتغلوا ويلعبوا ان هم طبعا يفوزوا في المباراه. أسباب الهزيمة النهاردة من وجهة نظره إن هم لسه ما تعودوش على الأجواء البطولة، كان في الدفاع انفتاح أكبر وكده، فشايفين إن في المباراة الجاية هيقدروا يقفلوا ويعملوا بلوك عشان يقدروا يفوزوا في المباراة القادمة. هم جم عشان يلعبوا، فهم هيلعبوا أي مباراة اللي هم جايين يلعبوا البطولة.